بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وحبتي في الله، مساكم الله بكل خير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين. لازلت مستمر بإذن الله تعالى بالصلاة 5 صلوات في تكبيرة الإحرام الأولى منذ 17/12/2022، فلربما قد دخلت على اليوم 44 أظن، والحديث يقول 40 يوم من صلى لله 40 يوم في تكبيرة الإحرام الأولى في جميع الصلوات كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، والحمد لله رب العالمين. وهذا فضل الله علينا، لكني الحمد لله رب العالمين يعني سورة البقرة قد أتممتها، وسورة الملك هي من ورد اليوم، يعني لأن هي تقي عذاب القبر. وهذا الاستغفار. نتكلم عن موضوع جدا مهم. عندما تسأل الله جل في علاه، اللهم نسألك الفردوس الأعلى، يعني هل تظن يعني أنه مثلا ربنا سيعطيك الفردوس الأعلى هكذا بدون عمل، بدون ما يبتليك، بدون ما يعني عشان العدل، عدل الله سيبتليك في مرض، لربما في قلة ولد، في أمور سيبتليك الله. ما هيك يعني كل واحد سأل الله يعني بده يعطيه الله، سيوفقك الله بعمل تعمله حتى تصل إلى جنة الخلد إن شاء الله. لربما منع من الأرزاق وتأخير الأرزاق، لربما منع من نجاح في تجارة، من نجاح من ولد، لم ترزق ولد أو تأخر هذا الولد، لربما غصة ولد هيك، مرضة ولد، يعني ولد من أبنائك يعني هو يعني قلبك يتعصر ألم. نعم، إن من الذنوب وإن من الدرجات، تقدر تحكي إن من الذنوب ما لا يمحاها إلا هم الأولاد، هم البنين. وإن من الدرجات لربما في الجنة لا ينالها العبد إلا يعني بهذه حتى بلغت القلوب الحنجر، والله أعلى وأعلم. نعم، يبتلي الله، يبتلي الله، ولكن يراقب كما تراقب الطفل. نعم، نريده أن يقف فيكبو ثم يقف ثم هكذا، مش الأمور يعني فالتي أنك أنت قرأت سورة البقرة فبدأت الأمور ما شاء الله. لا، هذا دين، وهذا دين يعني بده صلابة، بده رجال. الرجل هو الرجل والمرأة، الرجل هو الرجل والمرأة، مش الذكر والأنثى. نعم، الرجال هم الذين صدقوا ما عهدوا الله عليه. نعم، ف قراءة سورة البقرة سبحان الله، هي هبة. نعم، هبة، هي هبة يهبك الله، يعني وكان الله. حتى نفكر هيك شوي قليل، يعني هيك نفكر، تخيل انه واحد اعطاك رصيد من المال وقال لك تصرف بهذا المال، بتروح انت بتحرقه بدقيقتين، بتشتري اشياء تافهة ويذهب عليك هذا المال. ولو ربما أنت كمان ولله المثل الأعلى، قد أذن الله لك أن تأخذ سورة البقرة، فظننت إن كل عقلك ذلك مبلغ من العلم. الدنيا همك، الدنيا بدك مال، بدك سيارة، بدك فلوس. هذا التفكير متى يتغير؟ يعني هناك أخ عندما تكلمت عن يعني هل ممكن إنه سورة البقرة والاستغفار يجعلك ثري؟ نعم، هناك قصص جعلهم الله ثري، لكن اللي فوق الثراء هو الرضا. هذا الكلام مش رايح تفهمه، لا يمكن انك تفهمه، وكأني إسا أنا بتكلم بالصيني وانت لما بتفهمش الصيني. متى تفهمه؟ عندما تصل إلى مرحلة متقدمة جدا جدا من سورة البقرة. إخوتي أحبتي في الله، كل الذين يقرؤون سورة البقرة ولم يعني يتأتى منهم لهم ما أنا أتكلم، يعني يتفقد نفسه مع الله، يتفقد كل شيء، كل شيء. نعم، بدك تتفقد نفسك في كل شيء.
عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، أنا لا أزكي أي شخص، لا نزكي أنفسنا، لكن أذن الله وبهذا فضل من الله والكل الأمر لله، وليس لي من الأمر شيء أن أبين وأن أعيش هذه الآيات وتتجلى على قلبي لأبينها لكم. هكذا تعلمنا من غيرنا فعلمونا، ولولا أن لم نعرف أن سيدنا أبو هريرة كان عنده ورد 12,000 لما استغفرنا، ولم استغفر من استغفر 30,000، ولم استغفر من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل عشرات الآلاف وربما 50,000، ناس تكثر مكثرة. في قصص كثير ناس بينت لبعضها البعض ماذا حدث وماذا حصل. تفقد دائما ذنبك، تفقد أنا هاي كلمة أنا، وأنا خيرا منه، وتظن بأنك خير من الناس فلا تظن إنك شيء ولا أنا ولا شيء. هذه المعلومة لازم تكون عندك دائما حاضرة في راسك، كلما ظننت إنك أنت خير من أي شخص أن تضع أنفك في التراب وتقول يا رب أنا لا يعني أنا أقلهم. فهذا سورة البقرة، إذا من الإخوة الذين يقرؤون سورة البقرة ولم يحسدوا ماذا ما أقول فليتفقدوا أنفسهم. نعم أنا أقرأ سورة البقرة من المصحف يوميا، قرأتها بهذه الطريقة في البداية لربما شهر كامل 4 مرات، لربما شهرين 3 مرات، لربما سنة وأكثر 2 مرات في اليوم. أنا بحكي كل هذا باليوم، ثم استقريت على مرة واحدة. ولكن كيف هاي المرة الواحدة استقريت عليها؟ أقرأها داخل البيت من المصحف بصوت أسمعه مرة واحدة داخل البيت من المصحف بصوت أسمعه. نعم مني 4 أشياء داخل البيت من المصحف مرة واحدة كل يوم في صوت أسمعه مسموع. نعم هذا شرط عشان إنه هذا القلب ينجلي وترق وترق يرق هذا القلب. نعم طيب إسا هنا في بعض أسئلة من الإخوة الذين لم يجدوا هذا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل 3 أيام متتالية وهو يقول سبحان الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يراه ولكنه قال الآن يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل نفس الشخص 3 أيام متتالية تتبعوا وقال والله إني أبيت وليس في قلبي شيء على المسلمين. قد يكون بينك وبين شخص خصام ولكنك مش عقلك فيه خلص، مش معناه إنك أنت يعني لا، قد يكون بينك وبين فلان مثلا مشاحني ولكن أنت لا تمكر به ليل نهار خلص، هو بشأنه وأنت بشأنك. مفهوم هذا الكلام؟ مش احنا مش انبياء. طيب واذا بتستطيع ان تسامح جزاك الله خير، وكل شيء من لا حسبة له لا اجر له. سبحان الله هذا حديث صحيح جديد سمعته، من لا حسبة له لا اجر له، يعني تحتسب العمل عند الله بطعم كل شيء بتعمله. ان شاء الله اذا افقت من النوم، ان شاء الله كتبت اي كلمة او عملت اي عمل، احتسب هذا الامر لله خالصا لوجه الله الكريم. سبحان الله. سورة البقرة هي عالم 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 العلم، عالم التجليات، عالم الروحانيات، عالم العالم. فسبحان الله في عندي ضيوف بس نكمل. سبحان الله. سورة البقرة سنتكلم عنها كثير كثير جدا 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 والله، يعني مسكين والله الذي لا إله إلا هو، مسكين ومحروم من لا يعرف سورة البقرة. قد تظن انك انت تقرأ اي كلام، تقرأ اوراق فيها كلام الله، وتظن انه والله الموبايل لا يشبه المصحف، هذا مصحف
هذا له عظمته، لكن الموبايل تأخذه لكل مكان، فهذا عظيم عند الله. طيب، في إخوة بتكلموا لربما هم يعني مثقفون أو عندهم درجات في 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 علم الشريعة. إخوتي وأحبتي في الله، الكلام بدون دليل وبالرأي، وانت بتعرفوا انه الرأي ما له مكان في الدين، انك تبدي رأيك في الدين ما فيش، لكن انه كلام انا اتكلم عنه هي حقيقة والله التي لا اله الا هو، كل يوم تتجلى على قلبك وفي مشوار في خارطة الطريق انك انت تعيشها مع سورة البقرة. عندما تقرأ سورة البقرة من باب الأوراد، لا تشبه سورة البقرة من باب انك تعيش هذه الآية، آية بدك تعيشها حتى تتجلى، كأنك تمسح على ذلك الفانوس حتى يبدأ يشع نور. نعم، تطلق تقرأ سورة البقرة، تقرأ سورة البقرة حتى يعني حتى سبحان الله. ما هو لازم الواحد يصير عنده في الروحانيات، راحت الروحانيات، راحت يعني حتى المصحف سبحان الله، المصحف عندما تقرأ وتكثر فيه هذه الأوراق فيها وكأنه فيها برق، عندما تغيب عنه يعني يخفت هذا البرق الوهج تبعه، وعندما تكثر فيزيد. والصورة كان، نعم هناك كان في تعليق لأحد الأخوات إنها يعني أين كانت تقرأ، كانت ترى الحروف تتغير ولكن في الصفحات القادمة ما فيش شيء. فهذا سبحان الله، هذا مش كلام يعني، هذا حقيقة. متى؟ الله أعلم، أنت والتصديق، أنت والقرب من الله. فهناك بعض أسئلة بدي أجاوب عنهم كمان مرة. في ناس بعدها بتسأل عن المال. نعم، المال يعني الله سيقضي عنك دينك، ستكون غني النفس. هناك إخوة صار معهن ملايين، مش أنا، أنا مبسوط، أنا راضي، أنا بألف خير الحمد لله رب العالمين. هذا اسمه الرضا، ما مش بحاجة لإشي، مش ناقصني شيء والحمد لله رب العالمين، لا ينقصني شيء ولا شيء. عندما احتجت المال جاء المال، كان في مال، مش معناه ما فيش مال، الحمد لله الأمور طيبة بخير ألف خير. في السابق قبل سورة البقرة لا ما كانش، قبل سورة قبل الاستغفار لا ما كانش الحال طيب، لا، مع أنه كانت التجارة أكبر بكثير من اليوم، مع أنه بكثير أكبر من اليوم، ولكن اليوم أفضل من قبل. هكذا هي الأمور، يظن الناس أنه بكثرة التجارات تزداد الأرزاق، لا، رزقك رزقك كتبه الله وهو وأنت في بطن أمك، فلن يأكل منه والله فتات من الخبز أي واحد من هذا الرزق. في كلام، نعم، مش رايح كل واحد يفهم شو معنى كلمة الرضا. الرضا هذا موضوع كبير جدا جدا، لأن قارنك بعض الناس بأنفسهم لربما يعني يقول أنا مش شايف عليه إنه يعني عن جد في معه إشي، لربما لربما لربما، مع إنه هناك في أخوي الله فتح عليهم، فتح عليهم أرزاق كبيرة جدا جدا يعني أغناهم. نعم، فالله أعلم بمن يغني ومن يفتح عليه بالعلم ومن يفتح عليه بأمور، لكن بالآخر رضا تام وتجليات ربانية وقرب واستجاب الدعاء، وهذا هذا هذا بيت القصيد. هذا أهم شيء، إنك تعرف الله، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي، وأحب ما تقرب إلي عبدي فيما افترضته علي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصري الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجلي التي يمشي بها، ولئن سألني لا أعطينه ولئن استعاذني لا أعيدنه. من هذا يا رب؟ هذا الذي قال عنه المولى عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.
هذا هو الذي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هذا هو الذي وعباد الله الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا هو يعني سبحان الله. فتراه أولي الألباب أولي الأبصار يعني أولي الألباب الذاكرين الله كثيرا. يعني أنت لما أنت ما بين الذكر والاستغفار وقراءة القرآن فأنت بالحياة الطيبة. كلياتنا في البداية لأننا مديونين ولأننا مهمومين ولأننا مكروبين ولأننا إحنا ظننا وتفكيرنا محدود. ذلك مبلغهم من العلم ذلك مبلغهم يعني علمهم دنيوي. بدي سيارة وبدي فلوس وبدي أراضي وبدي يعني أشياء دنيوية. ذلك مبلغ من العلم. ولكن لو أن نسمة لك نسمة من قربنا هذن هذه قصيدي سبحان الله لمت غريقا في حبنا أو شهيدا في قربنا. هكذا يعني لو أن الله أعطاك تلألق بسيط في هذا المصحف لا طار عقلك خلاص بطل فلوس بعقلك صرت تبحث عن هذا الشيء. نعم أن تسأل الله بموضوع معين وتراه أمامك أن ترى التسهيل والتيسير أن ترى وكأنه استجاب الدعاء أن ترى الاستغفار عندما تستغفر يمطر الله السماء ثم يفتح عليك ولم تحتاج أي شخص ولم هكذا. ثم عندك قرب حلاوي في الإيمان ترى نفسك إنك أنت يعني قريب من الله ترى نفسك مش كلام فارغ. نعم ترى يعني تشعر هذا الشعور في يعني رضا رباني عليك. نعم ترى تستشعر إنها الدنيا خلقت لك مسخرة لك أنت مسير. الله يقودك من باب خير إلى باب خير آخر ما بين سورة البقرة والاستغفار ما لا يبقى هناك مغاليق. نعم سنقرأ كل القرآن وسنقرأ ونذكر الله في كل الأذكار ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الذي بده يعيش آية فهو بده يتخصص في علم مثلا علم الأجنة فهما بأخذ كل أشياء. نعم هذا التخصص والتخصص بده سهر ليالي عشان الصحابي رضوان الله عليهم علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم التوحيد 13 عام. 13 عام هو علمهم التوحيد. وعندما عرفوا الله تفننوا كانوا يسألوا المولى عز وجل عن ملح طعامهم عن شراك نعالهم. سألوه عن كل شيء. بدك شغل عندما تكون انت اهل لهذا العمل لهذا الشيء قل يا ربي انا بدي اشتغل. لربما الله كفيك بدون ما تشتغل حتى. لربما كفيك الله بالقليل. لربما انت بمليون نعمة لكن الناس بتنظر اليك انت بمليون نعمة. لا مش كلام فارغ. انا لا اتكلم كلام فارغ يعني وكأنه كيف حالك ابو احمد الحمد لله. لا الحمد لله بملء فيك اكثر من هيك. بس بدي رحمة ربي تتجلى علي اكثر واكثر. هكذا بدي يكون عندي سر اكبر من الاسرار اللي بيني وبين الله. هكذا بتصير. نعم سورة البقرة مع الوقت سبحان الله تقف بين نعم الخشوع بطلع هذه السقطات التي تحول بينك وبين الأخلاق السامية العالية التي يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقربكم إلي منزلة أحسنكم أخلاقا يعني أحسنكم خلقا. السقطات اللي فيك هوين كتها هكذا هيك هكذا تفعلها لما أنت مع سورة البقرة. لكن بدون سورة البقرة هكذا يا ماسكتك سنين وانت تتعصر على مع سورة البقرة ما عليك إلا انك انت تأخذ قرار خلاص خلصت. نعم الباقي بتضل عليك يعني
ولكن أنت هيك بيصير عندك فتور بهاي الأمور ما بدك إياها. كان عندك شغف سيارات وأفلام وأمور وكرة قدم، شوي شوي تتبدل هذه الأولويات عندك. طيب هذا كم يأخذ من الوقت؟ هذا تدريج وتصديق وقرب وزيادة زيادة زيادة زيادة. والذين جاهدوا فينا، كل إشي فيه جهاد نفسي، يعني بالوقت بالمال بالنفس كلاته في من وراء خير عظيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. سعي الله، يبقى انت ماشي شاطر، انت لا انت شاطر ولا شاطر، لا يعني انت ممكن انك انت مستغفر بالليل والنهار. عشان هيك اهم شيء انك انت تستغفر، لانك انت مذنب، عليك وحول من الشهوات وحول من الذنوب، يعني ركام لربما على من جبال تهامة. فنستغفر نستغفر نستغفر، متى يتأتى؟ سيتأتى. صدق إن وعد الله حق، وصدق إن لزوال الكون، لزوال هذا الكون أهون على الله من أن لا يوفي وعوده التي قطعها لنفسه جل في علاه. قلت استغفر ربكم إنه كان غفارا. شوف غفارا يعني غفر، يرسل السماء عليكم مدرارا. سبحان الله، عندما بدأت الاستغفار في شهر 6 وأمطر الله السماء تفاجأ، ولكن كان البوست يعني أنا قلت أول حتى والله قبل ما يأتي المطر تقريبا 17 يوم كتبت أول عطاء الله هو المطر في شهر 6 ب 2022، لكن ب 2015 هذا كله أنا مررت عليه من الاستغفار والمطر والمال وقضاء الدين كله، وهذا انتهيت فيه لوحدي لم أكلم أي شخص عنه. لكن 2022 بدأ العطاء، نفس العطاء مطر ثم تدريج المال الذي كان 2015. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. سبحان الله، عندما قلت انه هذا الاستغفار مثلا يأتي بالمطر، في ناس خلاص هذا ديدانهم. كان في هنا في فلسطين عيد العرش، عيد العرش يعني بشهر هذا عيد لليهود، عيد العرش لليهود في أظن أول شهر 10، وكأنها تمطر السماء، إذا لم تمطر يمطروها بالرش بالكمترال يمكن. المهم من التعليقات بدأت يعني من التعليقات وكأنه ما هو عيد عرش، ما هو عيد عرش، سبحان الله. ولكنه لم تمطر، أنا فضل من الله عندما كتبت وصلت لحظة شهر 6 كملنا منه، كان عندي أنا بدي أزوج أولادي في شهر 10 في 11، فشهرين يعني قبل شهر 10 أخذت الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام أساس أكفى همي ويغفر ذنبي، نعم، فأخذتها والحمد لله رب العالمين. فنزل ورد الاستغفار، نزل 8000 6000 12000 هكذا في مدة يعني شهر 9 8 و9 نزل الورد. ثم قبل عندما انهيت الفرح العرس تبع أولادي، فرح أولادي، كتبت تدويني لأني ارتفعت لـ30000. سنرى ماذا سيحصل بعد الـ30000، وإذا السماء أمطرت كمان مرة بفضل الله. لكن المشكك سبحانه قالوا عيد العرش، ولكن لم تمطر بعيد العرش كله غير هاي إلا كم شوية قطرات، الحمد لله رب العالمين. بالنسبة لي هاي علامتي، هاي الحمد لله رب العالمين، هذا أخذته فضل من الله وجر الأمر. ونحن في السنة الصراحة فيها نوع من قلة المطر، وأنا أنسب هذا للناس التي تشكك. خلاص تشكك، إذا لم يأتي المطر من خلالهم ولم يأتي المطر من خلال أي واحد آخر، نعم، يعني لو ربما لو هم الذين يستغفرون كان مقبول أنه يجي مطر وتربطوا في سورة نوح. أما المطر تحصيل حاصل، يأتي بالصيف يأتي بالشتاء وهكذا، لكن الله يريد أن يبين لهم أن المطر لا يأتي متى، يعني استغفر الله
نعم أكثر من الاستغفار، كل الذين يسمعون هذا التسجيل أكثر من الاستغفار، عشان يكون عندك معذرة إلى الله، عشان تكون عندك معذرة إلى الله، عشان ما يمكاش الله بعذاب وسنتي جاي تكون عندك سني يعني كلها يعني غلب بغلب، لأنك أنت إنسان مستكبر لا تؤمن بالله، لا تؤمن بأن الاستغفار والله جل في علا يقول فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ما عرفوا يفسروا هذه الآية، ما عرفوا يفسروها بصراحة، ولكن عندما تعيش هذه الآية ويأتي كل الترتيب بالترتيب، يأتي ترتيب الاستغفار الذي في سورة نوح في الترتيب كما قال المولى عز وجل، المغفرة، المطر، المال، البنين، ثم الأمور الأخرى، ثم مدد. لازم تفهم شو معنى كلمة مدد. مدد معناها بدون انقطاع، وجعلنا له مالا ممدودا. يقال انه كان ماله يعني ممدود للمغيرة، الوليد بن المغيرة، نعم الوليد بن المغيرة اظن ابن المغيرة الذي قال إن عليه لحلاوة وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، يعني القرآن سبحان الله، ثم بالآخر كفر فيه. فكان له يعني يقال عشرات الكيلومترات من البساتين وهكذا، مال ممدود، أرزاق، خلص خير متوفر، الخير متوفر، انت بخير يعني الله يكفيك. وش بدي افهمك اياها يعني، كيف بدي افهمك اياها، شو بدي افهمك اياها يعني؟ لازم انت تصفق مليون دولار يعني تحط بالخزانة مليون دولار، ولا انت الله يكفيك مبسوط راضي كل شيء تمام مليون في المية؟ بالاول ما كانش يعني كنت تركض في شيء، اليوم الحمد لله رب العالمين ماشي على مهلك وفي كل شيء ماشي دادي هيك شوي كسر الحفاء وعندك كل شيء، فامشوا في مناكبها. نعم ماشي كل شيء عندك الحمد لله رب العالمين فضل من الله. المهم الناس التي تشكك، خلي رايك لنفسك يا اخي، خلي رأيك لنفسك، أو إما أنك بتعيش الآية كما قلنا وبينا والحمد لله رب العالمين، ثم عندما يعني تقطع شوط طويل ولكن لا غير متشكك، لأن هذا وعد الله المطلق، بتكاش 30,000 سويه 35,000، لكن يكون مكثر، لأنه لو كان في محادثة هيك فيها شوية قليل من الجدال العقيم بينك وبين شخص هيك صار في مشكلة، لربما بتكون مش 30,000 كلمة، 60,000 كلمة بهاي الجلسة. نعم فالواحد سبحان الله فهم الدنيا وفهم الدين وفهم الأمور من حولك والرضا والتسليم، ولئن سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وفهم هذه الآية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. السحر شو هذا السحر؟ وهذا كلياته ستفهمه بفضل أسرار سورة البقرة. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هذا كله يا بدك تفوت عليه هذا الموضوع، مش يكون كان غيبي، كان بعيد عنك، مش عارف عنه شيء، مش عارف شو الأسعار بتساوي، مش عارف الشياطين موجودة ولا مش موجودة، الله أعلم. الله قال وكأنه قال وجني وإحنا ما شفناش جني، وخلص منصدق، وفي نار وإحنا منصدق، وشيطان وإحنا منصدق، لا بدك تشوفه لهذا الشيطان، شو يعني تشوفه؟ استشعر كما تستشعر بالكهرباء تضيء هذه النار، ستستشعر بكل حركاتي وهذا السعر كيف يفعل فيه العفيل فيك.
فاسد وكيف تبطل السحر وكيف يتغير حالك وكل هذه الأمور ستستشيرها. وكيف الله وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم رشدون. نعم كيف هي الأفلام الإباهية اللي مش قادر تتركها. هكذا مع سورة البقرة هكذا خلصنا شوط شوي قليل. حتى لو أنك أنت مثلا تعبان يعني بديت في المشوار بدك تجاهد نفسك، ولكن في المستقبل القريب إن شاء الله مع سورة البقرة هكذا ستفعل. لكن خلي سورة البقرة تستحكم منك يعني تساعدك انك انت تفوت على معركة قلنا يوما ما باربع دبابات، يعني اربع مرات قراءة سورة البقرة مش لكل واحد. هذا مش يعني شرط اساسي، لكنه هذا شرط للي بده يعيش اي لان هيك عشتها. وهكذا عندما تعقر وكر هذه الشياطين ستتكشف لك هذه الآية، واتبعوا ما تتلو الشياطين عن ملك سليمان والأسحار إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدو. نعم إن الشيطان يأمركم، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، وكيف يأمرك بالفحشاء. يلا هذا كل التقتيل وكل الحروب وكل هاي الأمور كلها. نعم مقلبت كل هاي الأمور مع سورة البقرة ستفهم الموضوع، موضوع 100% إن شاء الله ستفهم الأمور جيد جدا وبدون تهور. ولا تكلمت على موضوع سبحان الله، لكن سبحان الله لا تغتاب يا أخي، يا أخي لا تطعن بدون علم بظن، لا تطعن، قلت لك لا تطعن. نزلت فيديو طعنته بالماخل في إخوة طعنوا، يا أخي لا تطعن، يا أخي تجاوز. يعني عندك علم موثق 1 من 3 بالألف، لا تطعن. ليش تطعن؟ لربما في شخص أنت تظن فيه سوء وهو فيه من الخير ما فيه، ليش تطعن فيه؟ ليش تعمل وزره؟ قول الله يهديه، قول شيء هيك، ما هو مسلم بالآخر. يعني بتحسدهم هيك هو يلا وبتقول يا رب أنا بستغفر استغفر استغفر الله، كاش تغير. يا أخي هاي الدنيا كلياتها بأجناسها وأديانها، الله يهديهن إن شاء الله، الله يهديهن شو يدخلوا كلنا الإسلام إن شاء الله. الإنسان سبحان الله فهمه بتغير، هل أصبح ثري في سورة البقرة والاستغفار؟ نعم الغنى هو هنا. لو كان معك مليار عمال الدول تقوم حروب، نعم عمال المافيا تتساوي حروب عشان المال والمال 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 والمال، إلى أين؟ هذا شيطان يلا كمان وكمان وكمان. نعم زين تزيين. فحقيقة الأمر أنت لا تحتاج هذا الشيء، لكن انك انت بدك تفهم اني انا فهمك اقول لك مليار مليونير. نعم في اخوي كتبوا انه يعني مش انا، لا لا انا مش مليونير، انا مبسوط وراضي والحمد لله رب العالمين، وارى تجليات الله وتسهيل الله وتيسير الله والقرب الحمد لله فضل من الله وتيسير ما شاء الله تبارك الله والحمد لله رب العالمين. ف مبسوط نقطة سطر جديد، مبسوط. في السابق ما كنتش مبسوط، كان في عندي نقص كثير بكل الأشياء، اليوم أنا مبسوط الحمد لله رب العالمين. فرق بعدين الإخوة والأخوات مثلا بيقولوا مثلا استغفرت أو عملت كذا وكذا. صراحة أنا بشوف في شغلات مرات يعني الأخوات يعني في عندي نوع من التقصير ولا يروا هذا الشيء، لربما الشعر فالت، لربما في تفلت، لربما ستوري ملان صور وعري وهكذا، وبتظن انها هي ملاك، وهذا لا يرضي الله، هذا لا يرضي الله. تراها في الاعراس في الافراح ما بدها تغير من حياتها، او الاخ كذلك يعني كله على الهوس، ولا مش ملاقي تغيير
فش ما بدأتش ماكل مش أول، أنا بحكيش هالأول أسبوع ولا أسبوعين ولا ثلاثة، أنا بحكيش هذول الثلاث أربع أسابيع، بعد مدة هيك شهر شهرين بدأت تشعر هيك في لذة عبادي، لذة في هيك دموع في الليل، نعم تهجد في الليل تقف بين يدي الله، وإذا لم تبكي تباكى، وصل الله إنه يجعل يخلينا دول صبوا الدموع من مخافة الله ومحبة الله والقرب من الله. نعم أطل سجودك كله يا رب، أنا عندي واحد اثنين ثلاثة، أنا عندي مشاكل مش عارف أعلها، يا رب أنت خلقتني عشان ترضيني وتعطيني، فأنا أستغفرك وأتوب لك من ذنوبي، حقق لي أمني وأعطيني مسألتي وافتح علي بالدين والإيمان. هكذا اسأل الله من عن كل شيء، لكن تب ويعرف أنه المنع السبب والذنوب. ولربما في بعض الأحيان يريد الله أن يرفع قدرك ومقامك، أنت بتقول له يا رب الفردوس الأعلى وقد أذن الله لك، ففي عليها دفع. نعم، وإذا أحب الله عبد ابتلى، وأكثركم بلاء هم من الأنبياء ثم الذين يلوا، فالبلاء يعني، ولكن سبحان الله الدين ثابت، الدين ثابت جدا جدا يعني لا يتزعزع. مش أنا هذا محمد تكلمنا عن سورة البقرة والاستغفار ما وجدتش شيء، بطلت استغفار، مش أنا ما قريتش، أنا قريت لك إياه عشتين وبينت لك إياه، لكن المولى عز وجل قال الاستغفار يأتي بالمال والأرزاق ويأتي بالمطر ويأتي بكل هذه الأشياء، وسورة البقرة أخذ بركة وترك حصرة ولا تستطيع البطلة. فإذا كنت تفكر أنها بركة بالمنظور البسيط، لا هي بركة عظيمة. هنا بدي أنهي لأنه الفيسبوك مش راح يتحمل، مش راح أحمل أكثر من هيك 35 دقيقة. عظمة سورة البقرة لا تنتهي، وهنا ننهي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعليقاتكم برجاء، على اليوتيوب سيكون الفيديو كامل، ولكن على الفيسبوك سينقص كم من دقيقة لأنه فقط 35، لو أني انتبهت أبكر كان خلصته. فجميل أنك أنت دائما اكتب تعليق بتشجع غيرك، اجعلها في سبيل الله هذه التعليق، انشر الكلام، حط لايك، اللايك بخلي اليوتيوب يدور أكثر وينتقل بين الناس، وكل هذا أجر، من لا حسبة له لا أجر له. فاحتسب هذا اللايك واحتسب هذا التعليق واحتسب كل عمل بتعمله والاستغفار والذكر وكل هذه الأمور. نعم، عظمة سورة البقرة لا تنتهي وعظمة الاستغفار لا ينتهي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.